التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع سعادة البروفيسور فيتالي نعمكن رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى روسيا الاتحادية. قد أعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره للجهود البحثية والأكاديمية التي يقوم بها معهد الدراسات الشرقية وبدوره في إرساء قيم التعايش والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات وتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على التعاون مع المعهد فيما ينجزه من مبادرات وبرامج لتحقيق هذه الأهداف التي تتطلع إليها جميع الدول، متمنيا للقائمين على تلك المؤسسة العلمية والبحثية دوام النجاح والتوفيق. من جانبه أكد سعادة البروفيسور فيتالي اعتزازه بزيارة معالي وزير الخارجية والتي تجسد تميز العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا حرص المعهد على تكثيف التعاون مع مملكة البحرين. هذا وقد عقد معالي وزير الخارجية طاولة مستديرة مع باحثين وأكاديميين بالمعهد، حيث تم مناقشة أهم التطورات والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيالها. وأعرب رئيس المعهد عن تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية لمقر معهد الدراسات الشرقية وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، منوها بمملكة البحرين كنموذج يحتذى به لدول العالم في التعايش والانفتاح والالتزام بالتعاون الجماعي الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع.